كل زمن ولي شكله ولبسه، يعني في السبعينيات كان الشكل كده، والتسعينيات كان الشكل كده، أما في الألفية الجديدة كان كده الشكل. في الفترة الأخيرة ظهرت أشكال مختلفة من الملابس اتأثرت بشكل كبير بالغرب. بحس ان الشكل عامه لما يبقى ثابت على حاجه بيدي روتين للواحد، فكل شويه لازم الحاجه مطرقعه. يعني بحب انجينا جولي، كاميرون دياز، نيكول كيدمن. وجود الاشكال دي من الملابس في الاسواق ساعد بشكل كبير على وفرتها. كله مستورد، بجيب من الصين، بشتغل من هنا، فكل ما اللي بناخدها من بره ما بناخدش حاجه تمام مصريه، خلاص عن الاول خالص فرق. في ناس بتفرق معاها الشكل، وفي ناس بتفرق معاها طبعا الخامه والماركه اكتر. اليومين دول في ناس بتفكر في الخامه اكتر والشكل الاجمل. يعني في حاجات زي التريكو، الحاجات دي بتبقى اصواف برضو بتبقى جميله جدا، بقى اكبر كبير. وبالنسبه للبنات مش بس غير المحجبات اللي اتاثروا في ملابسهم في الغرب، فكان الستايل التركي النصيب الاكبر على ملابس المحجبات. الستايل التركي يعني جميل وجديد، وبس البنت بيكون احسن يعني فيه من البنطلون. يعني على النت الاول، وبعد كده البنات كانت لابساه ومحترم. انا محترم جديد، مش بناس كثيره لابساه، ومميز يعني في شكله. ناس صحابي كانوا لابسينه او تلفزيون كده يعني. ومع التكنولوجيا الجديدة واستخدام السوشيال ميديا بشكل كبير، انتشرت فيديوهات على اليوتيوب بتشرح ازاي تغير من شكلك عشان تكون اقرب للنجوم العالميين، وخاصة في تسريحات الشعر للشباب. سائل لسه جديد اتشهر من الفترة الأخيرة، اسمه سائل بيرد. بيرد مفروض اللي هو الشاب يعني يسيب دقنه شوية ويخفف الجنوب. أما الآباء والأمهات اللي حضروا فترة السبعينيات والتسعينيات كان ليهم رأي في ملابس أولادهم وبناتهم. هو عيب واحد، البنات الشباب الصغير اللي هو لسه ما يعني في الكليات الحاجات دي يلبسوا بنطلونات الضيقة، وده غلط بالنسبة للحجاب. المفروض يبقى لبس يستر البنت، ما يبقاش شفاف وما يبقاش ضيق لدرجة التمريطة اللي احنا بنشوفها دي. ولازم كمان نقول ان مش بس الملابس اللي بتتحول للشكل الغربي، لكن طريقة كلامنا واسلوب حياتنا ابتدى يتغير كله للوك غربي. شروق عادل، جورنال نور.